14 الاهلي والزمالك فوز مميز وجرعه تدريبيه مميزه لفريق النادي الاهلي بدون اصابات الحمد لله. اكيد بنتمنى في كل مباراه الجرعه التدريبيه تكون كامله وايضا كمان كل اللعيبه تخرج بدون اصابات واجهاد. كابتن سامي قمصان طبعا مدرب فريق النادي الاهلي، كابتن سامي طبعا اكيد استعدادات خاصه وبرنامج تدريبي موضوع من الجهاز الفني لمباراه القمه منها مباراه وديه اولى النهارده الاهلي وجمهوريه شبين. يعني نقدر نقول النهارده الاستفادات كانت ايه؟ بنشوف عربي، بنشوف عدد كبير من اللعيبه قدرنا نطمن عليهم. طمنا على المباراه بشكل عام كابتن سامي. طبعا مباراة مهمة لينا وزي ما انت قلت تجهيز كويس جدا لمباراة القمة. عندنا فترة كويسة جدا، يمكن من بقالنا فترة كبيرة جدا أول مرة بقى عندنا عدد الأيام ديت، الحمد لله نقدر نستغلها كويس. راجل حاطط برنامج كويس بدني وفني طبعا، وبرضه في نفس الوقت بيستغل الفرصة ديت للعيبة الصغيرة يقدر يبص عليها. زي انت شفت النهاردة عربي مصطفى إلياس برضه النهاردة من الناس اللي الراجل بص عليها، ودي دي فرصة كويسة جدا للقطاع برضه، يعني طموح لكل القطاع اللي انت برضه يتمنى لو يلعب في الفريق الأول. برضه عودة الناس المصابة بقى لها فترة، نجيب بقى له فترة كبيرة ما بيشاركش، أزارو أحمد فتحي عاشور بعد الإصابة، فطبعا كل الحاجات دي مهمة جدا الراجل ركز عليها. لكن في الاول والاخر طبعا استعداد مهم جدا، اتمنى ان شاء الله التوفيق الفتره الجايه. انا عارف ان في شغل بيبذل فني يا كابتن سامي، لكن الجانب النفسي والتجهيز النفسي للاعبين ده مهم جدا، ليك دور كبير فيه مع الكابتن يوسف مع الكابتن سيد مع مستر مارتن. ازاي بنتكلم مع اللعيبه قبل مباراه القمه؟ لان ترتيب الجدول والمباراه هتساعد النادي الاهلي وهتفرق معاه بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام. طبعا انت الجانب النفسي مهم جدا طبعا، ويمكن من خلال كابتن سيد وكابتن يوسف وانا على قد ما اقدر برضه وكابتن نفس القصه مهم جدا. لكن احنا مش عاوزين يعني ان المباراه بالنسبه لنا مباراه مهمه جدا، مباراه بثلاث نقاط، لكن مباراه مش هي اللي هتحدد بطل الدوري العام، لكن مباراه مهمه بالنسبه لنا طبعا وبالنسبه لجماهير النادي الاهلي. لكن احنا الحمد لله احنا مركزين في نفسنا الفتره اللي فاتت ديت، والحمد لله وده كان ليه مردود كبير جدا علينا سواء في افريقيا او في الدوري العام، لانك انت الاهم، انت اللي صاحب القرار وانت المفروض اللي تبقى الفاعل. يعني الحمد لله احنا بنمشي في خطوات الحمد لله منتظمه، انتصارات الحمد لله متتاليه، اهداف الافريقيا الحمد لله برضه وصلنا لها، قربنا للبطوله المحببه لنا وجماهير النادي الاهلي برضه نفس القصه. فاعتقد الحمد لله ان احنا الفتره اللي جايه ديت يعني فتره ان شاء الله تبقى مميزه لينا، واللعيبه ان شاء الله استوعبت اكتر الفكر بتاع الراجل، والحمد لله يمكن المردود باين عليهم ومردود باين على شكل الفرقه يعني. واتمنى ان شاء الله اللي يكون ان شاء الله توفيق في اليوم ده يومنا باذن الله. احنا طبعا بنحترم قرارات الاتحاد الكوره والامن طبعا على وجود الجمهور من عدم، ولكن كنا نتمنى يا كابتن سامي في مباراه الاهلي والزمالك حتى لو عدد قليل من جمهور الفريقين هيبقى يعني هيبقى ليه فرق كبير جدا، لان الجمهور والملعب من غير الجمهور الموضوع بيبقى مختلف جدا يا كابتن. طبعا انت ويمكن احنا بالنسبه لنا طبعا جمهورنا يعني من بيدينا قوه كبيره جدا، وبيدي اللعيبه دوافع كبيره جدا، وبيدي اللعيبه حماس كبير جدا، وتحس ان انت فعلا ليك ظهر يعني. لكن ما اعرفش ده قرار، يمكن احنا البلد الوحيده اللي في العالم اللي ما فيهاش جمهور، ودي حاجه صعبه جدا يعني. الحمد لله الامور الامنيه الحمد لله عندنا مستقره جدا، واعتقد ان ما فيش مشاكل يعني، ما شفناش مشاكل الحمد لله من بعد اللي حصل الفتره الماضيه يعني، ما شفناش اي مشاكل يعني. فاعتقد ان يعني ممكن تكون دي بدايه كويسه، اتمنى ان شاء الله للناس برضو على الاقل طبعا تجربه كويسه زي ما انت قلت لكاس الامم اللي انت دلوقتي اللي انت برضو لما على الاقل كل فرقه مثلا 5000 متفرج، اعتقد يعني ان شاء الله الامور تقدر تبقى تحت السيطره، وتدي برضو رساله للناس كلها ان احنا الحمد لله بلد امن. ودي تجربه برضو لاتحاد الكوره، وتجربه للجمهور نفسه اللي هو طبعا يشارك ويبقى ملتزم يعني، لان اعتقد ان الامور مهما اختلفنا مع جمهور نادي الزمالك او مع معظم الناس، لكن في الاول والاخر انت بتتكلم في مصلحه بلده. جمهور النادي الاهلي ونادي الزمالك جمهور محترم جدا، كل واحد بيشجع فرقته من خلاله، وده حق مشروع ليه. فاعتقد ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان هم يستجيبوا لكده، اعتقد هتبقى حاجه كويسه وشكل كويس لينا ونادي الزمالك برضه نفس القصه، واعتقد ان شاء الله الامور هتبقى احسن يعني. اخيرا كابتن سامي، البرنامج التدريبي مستمر في التدريبات، هل نقدر نشوف مباراه وديه كمان في الوقت اللي جاي ده، ولا هل النادي الاهلي يكتفي بمباراه الاهلي وجمهوريه شبين؟ لا اعتقد ان الراجل اتكلم ان دي المباراه الاخيره لينا يعني، عندنا الفتره اللي جايه ديت يعني 8 ايام نقدر ان شاء الله نجهز فيهم كويس. عندنا برضو اللعيبه الدوليه هتكون رجعت لعبت ماتشين في وقت قليل، لعيبه المنتخب الاولمبي برضو نفس القصه. لكن اعتقد ان احنا يعني من خلال الترتيب يعني انت برضو قدامك ان النهارده احنا 23، اعتقد يبقى اسبوع كافي جدا يعني انت تقدر تتمرن فيه كويس وتقدر تساعد كويس وتقدر ولسه سفر برج العرب، احنا نسافر قبلها برج العرب، لكن اعتقد يعني تعودنا عليه خلاص يعني. برضو من الحاجات برضو اللي ان برضو ممكن اديك الناس شافت ارضيه ملعب برج العرب
ارضيه صعبه جدا يعني. كنا نتمنى برضو اللي ان يبقى ممكن تجربه كويسه في استاد القاهره للناس تشوفه وتبقى حاجه كويسه اي هنا في مصر برضو اعتقد كانت هتبقى احسن يعني. لكن طبعا دي وجهه نظر اتحاد الكوره تحترم، لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نمشي الامور الطبيعيه جدا يعني. خلاص يعني خلاص اعتقد اللي خلاص يعني الناس كلها استوعبت الدرس دوت، واعتقد اللي مش هيحصل حاجه تانية يعني. شكرا 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 كل الشكر.